يوسف المحيوت اي اي ولد القريه 09 ولد الشعب. الاغنيه الجديده ديال عاش الشعب ما جاتش بواحد التخطيط ولا جات تلقائيه من بعد الحقره اللي تعرض ليها القناوي. هبط لعندنا جلس معنا في ذاك الاطار. هو اصلا القناوي تحقر في ذاك الوقت، حنا ديجا محقورين نهار تزادينا. انا دازت عليا اللي ما دازش على بزاف ديال الناس، يعني كتلقى راسك 32 سنه 29 سابقه قضائيه، الثلثين فيها كلها ظلما، كلها ما داير فيها حتى شي حاجه. علاش ما بغيتيش تكون شكا؟ ما بغيتيش تكون كذا؟ حقروك ظلموك، تولينا داتنا كلشي كيشوفنا كيهرب منا. اي حاجه حطينا فيها يدينا ما كايناش. تحقرنا شي حقره التي لا يرتلى في هذه الارض السعيده هذه. هدرنا صافي، انفجرنا حقنا صافي، بغينا غير شي حل. عطيونا غير كرامتنا حنايا، ما تعطيونا حتى شي حاجه، خذوا كل شيء، عطيونا كرامتنا. الرابور هو اللي كيكتب بيديه، وانا كنكتب اي تراك حطيته كنحطو بيدي وبكامل القوه العقليه، واخا ما خلاو لي تعقل في هذه الارض هذه، وتنكتب بصبعاني ومسؤول على اي كلمه قلتها. تخوف من الحبس، انا نعطيك مثال خفيف، المراه كتخاف في الولده الاولى ديالها، من الولده الثانيه والثالثه كيولي عندها داك الشيء نورمالمون. انا راه 29 ولده عندي في الحبس، غنخاف من 30 وبزاف على هادي. شوف انا بعدا حاجه وحده اللي فرحتني بانني ما درت حتى حاجه مزيانه في حياتي، اول مره كندير واحد الحاجه مزيانه اللي كيفتخر بها الشعب. تحت الصفر، درجه تحت الصفر، عاطل على العمل، حتى واحد ما كيبغي يخدمني بسبب هذا الشيء اللي هما سبب، هما السبب الكبير باش كنت انا فيه. ضايع، مجوج، عندي وليد، في ديور الكرام اليوح، مول الكرام على الشر كيدق عليا. انا ما كنقولش هذا الشيء كان صعاب، انا تنبين لك الحاله الاجتماعيه خلاتني نهضر. ما انا واحد الانسان ديال اليد العليا خير من اليد السفلى، ولكن بزاف استقهرنا، بغينا حقنا. واخا ما ديروش معايا، انا بغيت غير نشوف البلاد كتزيان، بغينا حقنا في قطاع التعليم. بغيت ولدي من يدخل يقرا يلقى التعليم مزيان، يقرا فيه شي حاجه ما يقراليش البغرير، فهمتني. بغيت قطاع الصحه، نهار اللي تمرض لي المراه ولا المرض انا ولا تمرض امي، ما نمشيش اللوحه في الانعاش ونبقى نشيش عليها بالكرتون. كان يتندم معايا الحال، كان ولدي يكبر ويلقى باه كان باقي في ذاك الطريق اللي وسخوه هما فيها. ما الى دابا كبر نشا ولقاني كاع مت داخل السجون بسبب هاد القضيه هذه، بالعكس يكون لي كل الفخر، لانه يكون با واحد من الرجال اللي يهضروا على هاد البلاد هذه وعلى حقهم في هاد البلاد. انا كنعتز بهاد القضيه، وانا متاكد بان غيكون وسام ديال الشعب غيكون مشحل الكتف ديالو ان شاء الله، وغيفتخر به، لان ذلك الشبل من ذاك الاسد. المسؤول نقولوا الله ياخذ الحق، الدنيا ديالكم والاخره ديالنا. استرا فيكتوريا سيمبري، لا تنازل على القضيه. حنا الدجه ما خلقناهاش حنا، حنا حطينا تراك، الدجه خلقها الشعب اللي مقهور، الشعب اللي منبود، الشعب اللي محقور. واش حنا اللي بقينا كنكليكيو وتطلعنا للطوندونس؟ واش حنا كنا كنكتبوا داك الكومونتيرات؟ واش حنا عندنا داك الجيميلات كاملين؟ ورا ما تشوفوش فينا، شوفوا في داك الشيء هذاك، يعني الشعب راه وصلت فيه للعظم. ما حنا غير واحد السبب بسيط هضر، بداك الشيء اللي كنسمعوه من الناس، داك الشيء اللي كنشوفوه عايشين من الناس، هضرنا. فهمتني؟ راه الشعب اللي قلبه طايب، ماشي حنا. ما حنا انتم ترتاحوا منا، ترتاحوا من ثلاثة، وتقدروا ترتاحوا من تقريبا 30 مليون نسمة. حنا اللي الجمهور ديالنا جمهور السلم والسلام. وحنا إلا تعتقلنا، حنا ما شنو نقول لك؟ حنا ما عندناش يد مع شي منظمات ولا هادي باش نقول لكم عيكون نعلنوا الحرب. لا سيدي، حنا لا تعتقلنا لنا الله وحده لا شريك له. وإلا كان شي سبب عند الله عز وجل، إن كان هذا قضاء فاللهم لا سيرات.